خدمة الدروس الصوتية بقناة المجد للحديث النبوي تقدم لكم شرح كتاب الكلم الطيب لفضيلة الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، مر معنا ما ذكره المصنف رحمه الله مما يتعلق بفضل الأذان ومكانته وعظيم الثواب المترتب عليه، وكذلك ما ينبغي أن يكون عليه سامع الأذان من حسن الاستماع وإجابة المؤذن بأن يقول كما يقول المؤذن. وعرفنا أن الواجب في هذا الباب وفي كل أبواب الذكر بل وفي جميع أبواب الدين التقيد بهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ولزوم سنته والعمل بما جاء به. وقد كان عليه الصلاة والسلام ناصحا أمينا بين لأمته كل خير وحذرهم من كل شر، ما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه ولا شرا إلا حذرها منه صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا الذي ينبغي على المسلم في هذا الباب وفي كل أبواب الدين أن يكون عمله وعباداته في ضوء المشروع وضوء الوارد عن نبينا وقدوتنا صلى الله عليه وسلم. أما الأشياء التي لا أصل لها أو الأشياء المبنية على أحاديث موضوعة ومكذوبة على النبي عليه الصلاة والسلام، أو كذلك الأمور المبنية على الأحاديث الواهية والضعيفة، فكل ذلك لا يعمل به، وإنما يعمل بما ثبت عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه. وفيما يتعلق بالأذان الذي مر الكلام عنه بالأمس واليوم الذي قبله، يلاحظ أن بعض العوام يقع منهم أشياء إما مبنية على استحسانات منهم أو من غيرهم، ويفعلونها عند الأذان، أو مبنية على أحاديث غير صحيحة لا أصل لها في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا أمر لا ينبغي أن يكون عليه المسلم. المسلم يتبع ويقتدي ويأتسي بالرسول صلى الله عليه وسلم، وأما أمثال هذه الأعمال فإنها تترك وتجتنب ولا يفعل شيء منها، لأنها ليست من هديه عليه الصلاة والسلام ولا من سنته ولا مما أمر به صلى الله عليه وسلم أمته وعلمهم إياه. ربما نلاحظ عند الأذان إذا قال المؤذن أشهد أن محمد رسول الله، إذا قال المؤذن أشهد أن محمد رسول الله، بعض العوام عند سماع ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في الأذان يقبل إبهامه، يجمع الإبهامين ويقبلهما، ثم بعد التقبيل يضع الإبهام كل واحد منهما في عين من العينين، وبعضهم يبالغ ويفتح العين حتى يلامس
ظفره ظفر إبهامه أصل عينه. ويقول بعضهم عند ممارسته أو عند فعله لهذا الأمر: مرحبا بحبيبي وقرة عيني. يفعل ذلك عند كل أذان. وهذا العمل مبني على حديث باطل، مبني على حديث باطل لا أصل له، عن النبي عليه الصلاة والسلام، ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصل له. وقد أوردها العلماء في كتب الموضوعات والكتب التي تعتني بالمكذوبات على الرسول عليه الصلاة والسلام. ولفظ الحديث: من سمع المؤذن يقول أشهد أن لا إله إلا الله، من سمع المؤذن يقول أشهد أن محمد رسول الله فجمع إبهاميه وقبلهما ووضعهما على عينه وقال مرحبا بحبيبي وقرة عيني، لم تصب عينه برمد ولا عمى، لم تصب عينه برمد ولا عمى. هذا هو الحديث، وهو حديث لا أصل له، حديث لا أصل له، ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وهو حديث عامة العلماء الذين ألفوا في الموضوعات يوردونه في جملة الأحاديث التي لا أصل لها، والأحاديث المختلقة التي ليست من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه دعوة أن نترك أمثال هذه الأعمال. نعم نحب النبي عليه الصلاة والسلام، نعم هو قرة أعيننا، ومحبته مقدمة على محبة الوالد والولد والناس أجمعين، لكن ليس من محبته أن نفعل أمورا ليست من هديه، ليس من محبته أن نفعل أمورا ليست من هديه ولا من سنته صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله في القرآن: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. علامة المحبة الصادقة حسن الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. فمثل هذا العمل حتى وإن كان الإنسان تعود عليه سنوات طويلة جدا، يحتسب عند الله تركه اتباعا للنبي وتحقيقا لمحبته عليه الصلاة والسلام، يحتسب عند الله عز وجل ترك هذا الأمر المحدث الذي لا أصل له في دين الله ولا دليل عليه في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو مبني على حديث لا أصل له، يترك ذلك حتى وإن كان عاش عليه دهرا طويلا وعمرا مديدا، فإن الرجوع للحق خير من التمادي في الخطأ، الرجوع للحق فضيلة خير من التمادي في الخطأ والاستمرار في المخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى كل حال مثل هذا الأمر وكذلك الأمور والألفاظ التي نبه في درس الأمس على بعضها أو شيء منها، كل ذلك مما لم تثبت به سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، الواجب علينا أن ندع ذلك، وفيما ثبت وصح عنه صلى الله عليه وسلم كفاية وغنية. ونسأل الله جل وعلا أن يلهمنا الصواب وأن يوفقنا لحسن الاتباع والاقتداء بنبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه. ثم إن المصنف رحمه الله لما أنهى ما يتعلق بالأذان وسماعه انتقل بعد ذلك للأذكار المتعلقة بالصلاة، انتقل للأذكار التي تتعلق بالصلاة بدءا من الاستفتاحات التي تكون في أول الصلاة، ثم أذكار الركوع وأذكار السجود والجلسة بين السجدتين والتشهد وما قبل السلام وما بعده، فعقد فصولا عديدة متعلقة بالصلاة التي هي ركن من أركان الإسلام وعمود من أعمدته العظام. وبدأ رحمه الله أول ما بدأ بالاستفتاح، بدأ أول ما بدأ بالاستفتاح، أدعية الاستفتاح التي تشرع بعد التكبير في أول الصلاة، والصلاة لها استفتاح
وهي استفتاحات منوعة متنوعة ثبتت بها السنة عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. وقد ذكر المصنف هذه الاستفتاحات في هذا الفصل الذي عقده. والصلاة لها استفتاحات أو لها استفتاح، والاستفتاحات الواردة متنوعة كما ستأتي عند المصنف رحمه الله، وكل ما ورد مشروع، والاختلاف فيها اختلاف تنوع، بمعنى أن الكل مشروع، يشرع لك أن تقول هذا وأن تقول هذا وأن تقول هذا، فكل ذلك مشروع عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيؤتى بها إن تمكن العبد من ذلك، يؤتى بها كلها، يأتي بهذا مرة وبذاك مرة، ويعمل بكل ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام قدر استطاعته، وهي تسمى استفتاحات. وقد قال بعض أهل العلم الصلاة لها مفتاح وافتتاح واستفتاح، الصلاة لها مفتاح وافتتاح واستفتاح، حتى قال إن من لا يعرف هذه الثلاثة المفتاح والافتتاح والاستفتاح ما يحسن به أن يكون إماما يصلي بالناس، وهي معروفة لدى الجميع. أما مفتاحها الطهور، مفتاح الصلاة الطهور، ولا صحة للصلاة بدونه، فهو مفتاح لها لا تصح إلا به، لا تصح إلا به. وأما افتتاحها فهو بتكبيرة الإحرام، ولا يمكن أن تفتتح الصلاة إلا بها، وليس هناك أي ذكر يمكن أن تفتتح به الصلاة إلا التكبير، حتى لو قال لفظا مقاربا كان يقول الله أعظم ما تفتتح الصلاة، لا 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 تفتتح إلا به، فهو افتتاحها. وإذا حصل التكبير معنى ذلك أن الصلاة افتتحت، بدأت ودخل فيها، فالتكبير هو افتتاح الصلاة، به تفتتح. والاستفتاحات هي التي عقد لها المصنف رحمه الله هذا الفصل ليبين أنواع الاستفتاحات المأثورة عن نبينا صلى الله عليه وسلم. والاستفتاحات المأثورة عنه عليه الصلاة والسلام أنواع كما سيأتي معنا. وقد قال العلماء رحمهم الله إن الاستفتاحات المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام ترجع في الجملة إلى ثلاثة أنواع، ترجع في الجملة إلى ثلاثة أنواع. النوع الأول ذكر لله عز وجل وثناء عليه كما سيأتي معنا، سبحانك اللهم وبحمدك، وكما سيأتي معنا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا، فهذه استفتاحات قائمة على الثناء والتعظيم والتمجيد والتقديس لله تبارك وتعالى. والنوع الثاني ما كان فيه إخبار من العبد بعبادته لله وخضوعه له وطواعيته لأمره وامتثاله لشرعه سبحانه وتعالى، فهذا النوع الثاني، ومنه الدعاء الآتي في الاستفتاح: وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا إلى آخره، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي. فهذا النوع إخبار عن عبادة العبد لله وطواعيته له وامتثاله لأمره وقيامه بعبادته. والنوع الثالث قائم على الدعاء، قائم على الدعاء والسؤال، ومنه ما ثبت في الصحيحين وهو أول الاستفتاحات التي سيوردها المصنف: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. إذن الاستفتاحات الواردة ترجع إلى هذه الأنواع الثلاثة: النوع الأول ثناء وتمجيد، النوع الثاني إخبار بعبادة الله تبارك وتعالى، النوع الثالث دعاء وسؤال.
وأفضل هذه الأنواع الثلاثة الاستفتاح بالثناء والتمجيد، أفضلها الاستفتاح بالثناء والتمجيد، الثناء على الله عز وجل وتمجيده. وأفضل ما جاء في الاستفتاحات ثناء وتمجيدا ما ورد في الاستفتاح المشهور: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. فهذا أفضل الاستفتاحات، وقد جمع كما ذكر أهل العلم الباقيات الصالحات، جمع الباقيات الصالحات وجمع أحب الكلام إلى الله عز وجل، جمع التقديس والتنزيه والثناء والتوحيد: لا إله إلا أنت، تعالى جدك، تعظيم الله عز وجل وتكبيره. فهذا أفضل أنواع الاستفتاحات. ولهذا جاء عن عمر رضي الله عنه أنه كان يعلمه الناس، أنه كان يعلمه الناس ويرفع به صوته يعلمه الناس، فهذا أفضلها. وكونه أفضلها لا يعني أن لا يعمل إلا به أو لا يستفتح إلا به، لا يعني أن لا يستفتح إلا به، بل يستفتح به وبغيره. والأكمل في هذا الباب الفعل بكل ما ورد، هذا هو الأكمل، الأكمل أن يفعل الإنسان كل ما ورد، يعني يأتي بهذا مرة ويأتي بهذا مرة ويأتي بهذا مرة، يفعل بكل ما ورد، وإن صعب وعسر عليه يكتفي بواحد منها، وأفضلها وأعظمها هذا الاستفتاح الذي كان عمر رضي الله عنه يعلمه الناس، وهو قائم على الثناء، قائم على الثناء والتمجيد لله تبارك وتعالى. ونقف الآن على ما ورد من استفتاحات ثبتت عن نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه من خلال ما جمعه شيخ الإسلام رحمه الله. وفي هذا القدر كفاية، ونواصل في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى.